إذا أردنا أن ننجح في إدارة أسرتنا، إذا نحتاج عدة إجراءات، سواء على مستوى علاقتنا الزوجية أو على مستوى الأطفال. أول قرار لابد أن نتخذه أن يعيش كلا الوالدين وهو مدرك للعصر الذي يعيشه. يعني أنا من يومين كنت أسأل بعض الأخوة والأخوات الموجودين، إحنا عندنا حساب اسمه معين بارنتينج باللغة الإنجليزية، نعلم الأمهات كيف يربون أبنائهم لكن باللغة الأجنبية، واللي يدير هذا الحساب بنات، أربع بنات عايشين في أوروبا. أنا اتفقت معاهم وقلت لهم تعالوا يلا نفتح حساب نعلم الأمهات الأجنبيات الناطقين باللغة الإنجليزية من مواليد أوروبا اللي لغتهم الأولى الأجنبية، خلونا نعلمهم كيف يربون أولادهم تربية إسلامية. وفتحنا الحساب، صار لنا الآن 6 شهور وما شاء الله عندنا 10,000 أم لحد الآن. من يومين وأنا أتجول في إيطاليا، كل مكان أروح أسأل الشباب والبنات والكبار والصغار، عملت شيء بالإيطالي للأمهات باللغة الإيطالية، أسأل عملت شيء في الشبكات الاجتماعية، في صفحة في الفيسبوك، في بالإنستغرام، في بالتويتر، في بالسناب، في كل الشبكات الاجتماعية، في جهود قاعدة تقدم من شباب وبنات يديرونها لتوعية الأمهات، توعية الآباء في طريقة التربية. يعني أنا الآن صار لي 4 أيام عرضت علي مشاكل تربوية كثيرة في إيطاليا. بالمقابل طيب ما في برامج توعية دائمة، في برامج توعية مؤقتة. يعني الآن هذا المهرجان يومين صح؟ وبعدين سلام عليكم، مو صح كذي؟ لكن ما في شيء دائم. واليوم الزمن الذي نعيشه لا نحتاج إلى بنيان، يعني بنيان مثل هذا اليوم ما نحتاجه. حنا نحتاج حساب في الهاتف الذكي، هذا الحساب يكون إنستغرام أو فيسبوك أو تويتر، الحساب هو البنيان، ما في داعي يكون عندنا مقر. ما نحتاج طاولات وكراسي، ما نحتاج طابوق، ما نحتاج، نحتاج عقل يفكر وطاقة تتحرك لخدمة المسلمين في إيطاليا، سواء كانوا إيطاليين النشأ والمولد أو كانوا من إخواننا العرب الموجودين. فيعني في كل الأحوال حتى نخدمهم لابد تكون هذه اللغة موجودة متوفرة. وأنا على يقين الآن لو نكلم بناتنا وشبابنا اللي قاعد أشوفهم الحين، أنا أعتقد كلهم مستعدين يشتغلون، والقضية سهلة وبسيطة ولا في أسهل منها، وعندهم وعي. عيالنا أولادنا عندهم وعي. كنت في محاضرة في التربية الجنسية حق دكاترة في المستشفى أطباء، فواحد من الأطباء يقول لي والله يا دكتور أنا ولدي عمره 13 سنة ما عمري كلمته في التربية الجنسية. قلت طيب اذهب اليوم وتحدث معه. قال إن شاء الله. إيش أقول؟ قلت له قل له يا بابا أنت في عمر مقبل على البلوغ، وإذا تحتاج معلومة أزودك فيها لأني أنا مريت بتجربتك لما كنت في عمرك أنا حاضر. قال طيب أبشر. ذهب الدكتور أخذ ابنه قال له تعال نتمشى بالسيارة، ذهب معهم في السيارة وبدأ يتحاور معه. ثاني يوم أنا شفت الدكتور قلت له ها بشر خبرني إيش النتيجة. قال والله أنا أخذت ولدي وذهبت معه وقلت له يا بابا أنت الآن مقبل على سن البلوغ وتحتاج معلومات، وأنا كنت في عمرك عندي هالمعلومات، إذا عندك أي سؤال اسألني وأنا جاوب. يقول يلتفت علي الولد كذا وطالعني بطرف عينه ويقول لي يا بابا إذا أنت عندك سؤال اسألني وأنا جاوب. فاليوم نحن نعيش مع جيل هو أكثر وعياً من الآباء والأمهات. نعم أنا عندي قصة أنا عشتها، طفل عمره 5 سنوات يسأل أمه يقولها ماما أنا كيف جيت؟ قالت له رحت الطبيب وعملوا لي عملية وانت خرجت. قال لها ماما يعني بابا ما له دور في الموضوع؟ كم عمره؟ 5 سنوات.
خمس سنوات. ولذلك يعني إحنا لا نشاهد أبنائنا كأنهم مغفلين أو أنهم لا يفهمون، لا، ولا نكن كالوصف القرآني كلما جاءت أمة لعنت أختها، لا لا، هذولي أولادنا، إحنا نحبهم ونتعامل معاهم. حتى لو ابني أنا رفض يصلي، أنا أبوه وأحبه. حتى لو بنتي رفضت الحجاب، هي بنتي وأنا أحبها. في الأخير هذولي أولادي. إحنا عندنا مثل في الخليج يقول مالك إلا خشمك لو كان عوي، يعني مالك إلا أنفك حتى لو كان أعوج. ما أعرف بالإيطالي عندكم كذي مثل ولا لا، في بالإيطالي؟ ها؟ في؟ في موجود. طيب قوله إيش بالإيطالي، هات أشوف. إيه؟ بس كلمتين؟ طيب مثل ما قلتوا، مثل ما قلتوا، الكلمة صعبة علي هذه، لا صعبة. فإذا مرة ثانية يبقى الابن ابن، يعني الآن نوح عليه السلام ولد الذي لم يؤمن برسالته، هل تركه يغرق؟ ماذا قال له؟ يا بني اركب معنا، مع أنه مختلف معه. هذا الولد لا يريد أن يصلي، ولا يريد أن يؤمن بأن الله موجود، ولا يؤمن بأن نوح أصلا رسول وهو أبوه، ومع هذا قال يا بني اركب معنا، ما تركه. فولدي هو ولدي، هذا أمر. أمر ثاني، نحن إذا أردنا تربية ناجحة لابد أن نعمل على النفس الطويل. يعني ممكن أنا ولدي اليوم ما يسمع كلامي صحيح، لكن لابد أني أنا أغرس فيه القيم. أنتوا الآن أنا أتكلم مع الكبار اللي أعمارهم الحين اللي جالسين قدامي فوق 80 سنة، ها؟ فوق 80 سنة. أسألكم، أنتوا لما كان عمركم 40، لما كان ما تتذكرون تقولين إيه والله الله يرحم ماما هي قالت لي كذا 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 لما كنت أنا صغيرة؟ ما تتذكرون؟ ها؟ والله أنا بابا قال لي كذا كذا، مو صح؟ صح ولا مو صح؟ وأنتوا الحين بالأربعين، لما كنتوا بالأربعين يعني؟ لما كنتوا بالأربعين ولما كنتوا صغار كان أبوكم وأمكم يشتكون منكم، صح ولا مو صح؟ طيب والحين أنتوا صايرين ممتازين يعني؟ فرحانين في نفسكم؟ وين أيام ما كان عمركم 15 و14 و13؟ كنتوا أنتم متمردين، بعضكم يصلي وما يصلي، بعضكم مش عارف، صح ولا لا؟ مثل أخونا هذا اللي كل يوم أبوه يقول له صليت، يقول صليت 3 سنوات، بعد 3 سنوات قال له بابا أنت صليت ولا ما؟ قال أنا أصلي. قال بس ما أشوفك أنت تصلي. قال أنا ما أكذب. قال بس أنا ما أشوفك. قال أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صار له 3 سنوات يقول حق أبوه يصلي، وطلع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا، ولذلك أولادنا عندهم فن المراوغة، وهذا الفن ليس بجديد. أنتم لما كنتم بأعمارهم كان عندكم هذا الفن، وإخوان يوسف عليه السلام عندهم هذا الفن. ماذا قالوا؟ ها؟ أكله الذئب. والحقيقة لم يأكله الذئب، لم يأكله. فإذا عندهم فن المراوغة، هذا طبيعي، وهذا جزء من مرحلة المراهقة، لأنه العقل عنده قاعد ينضج والكلمات عنده نضجت، فقاعد يلعب في الكلام. أصلاً هو مستمتع الشاب أو الفتاة، ولذلك تشوفون أبنائكم المراهقين يطيلون الحوار، يطيلون الجدل، صح ولا لا؟ ليش؟ لسببين، عندهم النضج العقلي وعندهم النضج في الكلام، اكتمل عنده قاموس اللغوي اكتمل، فقاعد يستخدم كلمات هو فرحان فيها. وبالتالي أن يعيش الآباء والأمهات هذا الزمن، هذا الأفضل. أنا من 2 أو 3 أيام كنت في بادوبا، عندكم بادوبا صح؟ اللي قريبة من نيس، هذا فينيسيا البندقية، تمام. أزين حفظنا كم كلمة. المهم طيب، أسرة عربية من غير ذكر من أي بلد، ولد مواليد إيطاليا، يعني الولد مواليد إيطاليا من الجيل الثاني، والبنت اللي تزوجها من إيطاليا.
في بادوفا الأم يقول عن ولدها خل زوجتك تيجي تغسل الملابس معانا. فاهمين الفكرة؟ زين هي عبالها قاعدة بالريف الأخت هذه. زين طبعا هذا الولد ايش يقول حق زوجته الحين؟ اصلا بيقول حق زوجته تعالي غسل الملابس مع امي. زوجته بتقول له في ابلكيشن ممكن تنزله بالايفون ولا بالاندرويد، هذا الابلكيشن هو يغسل الملابس اصلا يعني ممكن تتكلم بهالطريقه هي. ها مثل ذاك اليوم انا في البيت عندي سيارتي تعطلت، فقلت حق ولدي بابا خلينا نروح الجراج. قال لا بابا ليش تروح الجراج؟ هذا ايام زمان. قلت له والان؟ ايام الان ايش؟ قال لا الان الجراج يجيك. قلت له طيب يلا اشوف جيب الجراج. انتم تسمونه جراج بعد صح؟ ولا جراج نو؟ فالمهم راح نزل ابلكيشن على التليفون وفعلا دخل على جراج في الابلكيشن. بقول لكم قصة حلوة صارت هاليومين. اتصل فيني أمس واحد وقال لي أنه أنا دخلت على منصة دكتور زواج من 3 أشهر والحمد لله الله وفقني وتعرفت على بنت وصار الزواج من خلالكم. يقول ذاك اليوم أنا قاعد في البيت كانت تقول لي أختي أنت شلون تزوجت؟ كان أقول لها والله أنا تزوجت كذا كذا كذا. كان تقول له علمني، أنا يعني ما توفقت بزواجي وطلقت من 12 سنة فإن شاء الله يكون لي نصيب. يقول والله قعدت وياها وعلمتها شلون تدخل منصة دكتور زواج. يقول والله ودخلت وسجلت بياناتها وبعد أسبوع 10 أيام كانت تقول لي أنا تعرفت على شاب صراحة محترم وجيد وأخلاقه طيبة. يقول كان يقول لها منو؟ كانت تقول له هو فلان الفلاني. قال لها فلان؟ هذا صاحبي. قالت له والله تعرفه؟ قال لها طبعا صاحبي من أيام الدراسة من زمان وعرفه لليوم وبيني وبينه علاقة تبين الحين اتصل فيه. يقول والله كان اتصل فيه كان أقول يا فلان أنت متعرف على واحدة في منصة دكتور زواج. طبعا ذاك انصدم قال إيش دراك أنت؟ قال مو هذه أختي وهذه الساعة المباركة وإحنا صراحة شارينك. كان يقول له بدام أختك أنا بعد شاريكم. ملكتهم تمت أمس ونقول لهم مبروك عسى الله يوفقهم. خبر حلو ومفرح. عاد يقول لي صاحبنا هذا يقول أنتوا الحين في منصة دكتور زواج زوجتوا 2 من بيت واحد في الكويت.